فضل الكريم، عنوان مداخلتي اليوم إسهام الإنسانيات في بناء الاقتصاد ودور مصر في البناء. إن الحديث في مؤتمر يتناول موضوعا شاملا وجامعا بين العلوم كالدراسات المهنية، وفي صرح أكاديمي وطني جامع بين الشرائح الاجتماعية اللبنانية كالجامعة اللبنانية، لها ميزة خاصة، إذ يلتقي الموضوع والمكان والزمان من خلال البحث في منهجيات المفاهيم المشتركة والمنظومات الشاملة، والتي تعتبر أكثر من ضرورية في عصرنا هذا من أجل حسن التعامل مع التعقيدات والتداخلات المستجدة بين الحقول والقطاعات كافة. إن من أكثر المواضيع التي تستدعي الاهتمام والبحث في العلوم البنية هي العلاقة التي تجمع ما بين الإنسانيات والاقتصاد. فالإنسانيات هي دراسة تعنى بتحليل وتوثيق النواحي المختلفة من النشاط البشري، أما الاقتصاد فهو علم إدارة الموارد المحدودة من أجل تلبية احتياجات المجتمع غير المحدودة، وهذا ما يجعله أحد أنواع العلم السلوكي. إذن يشترك كل من الإنسانيات والاقتصاد في تحليل النشاط والسلوك الإنسانيين كل من موقعه. في كلمة هذه سأتناول أبرز الأبعاد المعنية في إسهام الإنسانيات في بناء الاقتصاد، معرجاً عن الواقع اللبناني فيما يخص الأبعاد الإنسانية في بناء الاقتصاد، وأختم بالإضاءة على دور مصر في لبنان في تعزيز هذه الأبعاد في سبيل صون الاستقرار الاقتصادي الاجتماعي. بالمناسبة هي ورقة بحثية شوية كبيرة، فأنا قررت اختصرها، خليتها تختصر على 6-7 دقائق اللي بعطيه لي، بس الورقة تكون موجودة بين أيدي اللجنة. وبالمناسبة بما أنه طلعت عن النص شوي، أنا بدي أعتذر مباشرة بعد إنهاء مداخلتي، بضطر أمشي لأنه في مجلس مركزي الساعة 11 هو المركز القرار للسلطة النقدية، فبضطر إنه أغادر وعذرا للكلمة التالية بعدي. يأتي ربط الاقتصاد بالدراسات الإنسانية في طليعة المنظومات العلمية البينية التي تخدم كلاي الحقلين في تحليل السلوك البشري وإيجاد الحلول لإشكالياته المستعصية. انطلاقا من هنا، أعتبر أن الأبعاد المفصلية في العلاقة بين العلوم الإنسانية والاقتصاد يمكن حصرها بأربعة، وهي البعد الأخلاقي والبعد الاجتماعي والبعد الثقافي العلمي والبعد التنموي. أولا البعد الأخلاقي، مما لا شك فيه أن الأزمة المالية العالمية كانت أحد مظاهر العلاقة المختلة بين الاقتصاد والأخلاق، حيث أن غياب البعد الأخلاقي كان له الأثر البارز في التسبب بالأزمة وتغييرها. انطلاقا من التحديات المتزايدة التعقيد التي يشهدها عالمنا المعاصر، والتي شكلت الأزمة المالية على الصعيد العالمي، والأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة إقليميا ذروتها، أصبح لزاما على الحكومات والمنظمات الدولية أكثر من أي وقت مضى ابتداع السياسات والآليات الكافلة بتحقيق الأهداف أو بتحقيق أهداف النمو الشمولي والمستدام والتنمية المستدامة. من حيث البعد الأخلاقي، رح نفاجئكم شوي لترزونا، بس هذا واقعنا. نرى أن مؤشر الفساد العالمي لعام 2016 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أظهر أن لبنان احتل المرتبة 136 من أصل 176 دولة. كما أظهر تقرير التنافسية العالمية لسنة 2016-2017 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن لبنان حل في المركز 101 بين 138 دولة، وهذا يدل
على حاجة الماسة لإلاء البعد الأخلاقي أهمية قصوى من أجل تجنب الاقتصادي آفات الفساد واختلال الحوكمة. البعد الاجتماعي ثانيا ينضوي تحت البعد الاجتماعي بالعلاقة بين العلوم الإنسانية والاقتصاد جميع المفاهيم والأنظمة والمبادرات التي تهدف إلى التنمية المستدامة والعادلة للمجتمع. مستدامة وعادلة. وتتكامل في هذا الإطار أنظمة كل من الموارد الطبيعية والبيئة والاقتصاد. كما تتعزز النظرة المستقبلية من خلال تحقيق العدالة الحيادية بين الأجيال. نحسب حسابهم بعدين. وتفعيل الآليات والهادفة إلى تحقيق العدالة في توزيع الثروة وشمولية النمو وتقليص فجوات المداخيل. والنتيجة الطبيعية لهذه الظواهر لكل هذه الظواهر هي تعزيز الثقة الاجتماعية ودورها في تكوين رأس المال الاجتماعي الذي يعزز مفاهيم المواطنة والديمقراطية التشاركية والمشاركة المدنية. في هذا الإطار يمكننا الإضاءة على التجربة الماليزية كمثال متقدم بين دول النامية الصاعدة. في إطار البعد الاجتماعي وهذا كمان piece of statistics للواقع اللبناني يشير برنامج مسح القيم العالمي لعام 2014 أن لبنان سجل نسبة متدنية فيما يتعلق بسلوكيات الثقة في العلاقات الشخصية حيث بلغت 9.83 مما يعتبر ضعفا في أحد أهم ركائز الرأس مال الاجتماعي. ثالثا البعد الثقافي العلمي. إن للبعد الثقافي العلمي في العلاقة بين العلوم الإنسانية والاقتصاد عمقا حضاريا فكريا. فالدراسات الإنسانية البينية الغنية بتنوعها تشكل وسيلة حيوية لإطلاق آليات التجدد الحضاري والإبداع الفكري والتخصص المعرفي مما ينعكس استدامة في النمو والتنمية الاقتصاديين وارتفاعا في منسوب الحداثة والمعرفة والإبداع والبحث والتطوير في القطاعات الاقتصادية. وينبغي أن يقوم هذا البعد على تحقيق توازن بين استلهام العوامل النيرة والمفيدة والبناءة في خبرتنا التاريخية وتراثنا الحضاري من جهة واقتباس العوامل المتقدمة والناجعة والنهضوية في المدنية الحديثة للدول المتقدمة من جهة ثانية كي يتكون لدينا نموذج حضاري متوازن بعيد عن التقليد المتحجر والعادات السطحية على نحو ما فعل الصين واليابان مثلا. هلا في شويه احصاءات ايجابيه معنيين انتم فيها كاكاديميين وتابعين. يصنف لبنان عم نحكي في البعد الثقافي العلمي من بين الدول العشره الاولى عالميا من حيث نوعيه التعليم. وذلك بحسب مؤشر نوعية التعليم. كما يصنف مؤشر القدرة التعليمية لبنان بنسبة 80% وتمثل المرتبة الأولى في المنطقة. وقد صنف لبنان في تقرير التنافسية العالمية للعامين 2016-2017 في المرتبة 66 من أصل 138 من حيث التعليم العالي والتدريب والمرتبة 72 من أصل 138 فيما يرتبط بالجهوزية التكنولوجية والمرتبة 52 من أصل 132 من فيما يتعلق بالابتكار. لفي أخوي بدي أروح على واقع كمان مريض وقريم حيث يعنينا كلنا يعنينا بما يتعلق بسوق العمل يعنينا بالتوجيه أولادنا للاختصاصات. إلى تقديرات منظمة العمل الدولية تكشف الواقع المختل لسوق العمل في لبنان
حيث يصل نحو 50,000 شخص سنويا الى سوق العمل، منهم 35,000 متخرج جامعي، في حين لا توفر المؤسسات اكثر من 10 إلى 12,000 فرصه عمل. وقد احتل لبنان للاسف المرتبه 126 من اصل 190 بحسب تصنيف البنك الدولي لممارسه الاعمال للعام 2017. الشق الاخير اللي هو البعد التنموي اللي رح احكي فيه، يرتكز البعد التنموي للعلاقه بين العلوم الانسانيه والاقتصاد كما نراه على تعزيز الثقافة الإنتاجية وآلياتها للتخلص من أعباء الاقتصاد الريعي، وهذا مشكلة. على موضوع الدكتور محسن أبحاث بتحب توجه يكتبوا شوي بالاقتصاد الريعي وكيفية الخروج منه، الذي يطغى على منطقتنا العربية على كل بشكل عام، بلبنان بشكل أخص. ويقوم هذا البعد على تكريس مفاهيم وتطبيقات التنمية الشاملة والمستقلة والإنتاجية والمعرفية، وذلك من حيث تعزيز قوة الدفع الذاتي وتحصين الرسامير الوطنية بشرية ومادية، والتخطيط والشراكة والتكامل مع المحيط الحيوي والانفتاح الإيجابي على الاقتصاد العالمي. شوي واقع من لبنان. تنتمي الغالبية العظمى من الوظائف لمجال الخدمات المنخفضة الإنتاجية مثل القطاع العام، قطاع التجارة والبناء 79%، في حين تتجه العمالة بعيدا عن الزراعة والصناعة والقطاعات ذات الإنتاجية العالية 18%. سريعا أختم بدور مصر في لبنان في تعزيز الأبعاد الإنسانية في بناء الاقتصاد. من حيث البعد الأخلاقي، انكب مصر في لبنان على إنشاء بنية تنظيمية متطورة ومحصنة تجاه المخاطر المحدقة في القطاع المالي والمصرفي، إدراكا منه أن هذه البنية التنظيمية ضرورية لحماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي. في هذا المجال رح أورد فقط مثالين: التشديد على تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة والتحكم بالمخاطر وحماية المستهلك المالي. 2. الحرص على تنظيم المؤسسات المالية وتطبيق الرقابة ومعايير الوضوح والشفافية عليها، مما يعوق النشاطات الجرمية والجرائم الإلكترونية وتحويل الأموال غير الشرعية. من حيث البعد الاجتماعي، اتجهت سياسة مصرف لبنان خلال العقدين الماضيين نحو إطلاق مبادرات غير تقليدية بغية إيجاد مناخ مناسب لتحسين الأمن الاجتماعي الاقتصادي بواسطة توفير التمويل للحاجات الاجتماعية المعيشية للمواطن اللبناني بهدف إعادة تكوين الطبقة المتوسطة. ثالثا، من حيث البعد الثقافي العلمي، قام مصرف لبنان بتأمين موارد الرسملة. هذه الرسملة نسميها بالإنجليزي equity financing لقطاع اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة. هذا موضوع محاضرة مستقلة حول اقتصاد المعرفة knowledge economy، الاستفادة من الشباب والصبايا وأفكار النيجر الموجودة عندهم حتى يطلعوا من خارج إطار رحم الوظيفة اللي عادة بحاجة ليرجعوا لحتى يحصلوا عليها، يتقوها نطلق اقتصاد معرفي. هذا اللي عملناه. نحن وضعنا بالتصرف هذا القطاع اقتصاد المعرفي نحو 600 مليون دولار، والمناسبة كمان دكتور محسن، كمان هذا موضوع اقتصاد المعرفي worthy، يعني بيستاهل انه يكتب فيه ينحكى فيه ويتقيم، وان احنا وقديش مساهمته بالاقتصادات العالميه بشكل خاص باوروبا باسيا وبالولايات المتحده الامريكيه. وضعنا كمصرف الهندسه الماليه لحكيم بما يتخلص بما يتعلق باقتصاد المعرفه، وضعنا بالتصرف على قطاع 600 مليون دولار
بهدف دعم جهود الابتكار والابداع في اوساط الشباب، طبعا نحكي كل الشباب والشابات بشكل خاص، وبتمويل مساهم وليس اقراضي من المصارف. وقد تم توظيف لحد اليوم اكثر من 400 مليون دولار في هذا القطاع، بالاضافه الى اطلاق مخيمات الاعداد والتحفيز بوت كامبس وفرص التدرب للطلاب الجامعيين، والمنشورات والاوراق البحثيه التي يصدرها مصرف لبنان، وورش العمل التي ينظمها لنشر الثقافه الماليه. من حيث البعد التنموي، بدل مصرف لبنان الى تقديم التحفيزات المتنوعه للمصارف. نحن ليش بقول للمصارف بس حب اشرح شغله بين قوسين، نحن ما عندنا علاقه مباشره في مصرف مركزي مع الجمهور. نحن عندنا زبونين، المصارف والمؤسسات الماليه والدوله. فنحن ما في علاقة مباشرة مع الجمهور، نحن بنك البنوك يا بنك الدولة. فلذلك أي مبادرة نقوم فيها حتى نحفز، حتى ننشط القطاعات المعينة بتكون عن طريق المصارف. لعملنا خلال الفترة الماضية برامج تحفيزات متنوعة عن طريق برامج تسليفية تجاه القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شاملة للقطاعات الإنتاجية كافة، بهدف تحفيز النمو وتأمين فرص العمل. لحد اليوم من 2013 لحد اليوم بلغ معدل المساهمات تبعونا مليار دولار سنويا، وهذا ما شكل أو ساهم بنصف نسب النمو الاقتصادي. إذا نسبة النمو الاقتصادي السنة الماضية كانت 2.5-1.75 بسبب مصرف المركز. بالخلاصة، يشكل المورد البشري الحجر الأساس في رؤية مصرف لبنان الاقتصادية ومبادراته التنموية. إن على صعيد الاقتصاد الكلي (macro economics) أو على مستوى القطاع المالي والمصرفي، وهذا ما يجعل أهداف المصرف المركزي تصب في الخانة ذاتها التي تتمحور فيها منظومة الدراسات الإنسانية والعلوم البينية، ألا وهي رفعة الإنسان اللبناني ورفاهيته في الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية والثقافية والتنموية. وشكراً.